دعا رئيس الأركان الجزائري الفريق قايد صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية شفافة في أقرب وقت، وقال إن المرحلة تتطلب التحلي بالحكمة والرؤية والصبر، مشيرا إلى أن مقاربتهم ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، مشيدا بجهود هيئة الوساطة والحوار. وجدد الفريق صالح التذكير بالمواقف الثابتة للجيش الوطني الشعبي بخصوص الوضع الذي تعيشه البلاد، داعيا كل الخيرين والشرفاء من أبناء الجزائر إلى تلبية نداء الوطن والإسهام في إثراء الحوار الوطني.